في مقابلة مع قناة اليوم، هنأت نساء محافظة السويداء السورية جميع نساء العالم بيوم المرأة العالمي، وأشادت بجهودهن وتضحياتهن في كافة مجالات الحياة، وبالأخص المشاركات في الاحتجاجات التي تقام في محافظة السويداء جنوبي البلاد منذ أكثر من 6 أشهر. إحدى المتحدثات خصت بالشكر الأمهات وأمهات الضحايا الذين سقطوا منذ بدء الأزمة في البلاد، وأثنت على جهود النساء المشاركات في الاحتجاجات الشعبية في السويداء. بدنا نحتفل بعيد المرأة العالمي، نقدم لها تحية كبيرة لكل أم ساهمت بتربية أبنائنا، سواء كان من شهيد قدم دمه للوطن، سواء كان من مهندس من معلم. نحن بنحترمها كلنا، بنقدم لها التهاني، وكل عام وهي بألف خير مني ومن كل نساء سوريا. كما أشارت متحدثة إلى معاناة المرأة منذ سنوات من السلطة الذكورية، لكن الآن باتت صاحبة إرادة وقوة وحرية وقدوة للأجيال اللاحقة، وتمنت أن تأخذ المرأة مساحة أكبر في المجال السياسي والمناصب الإدارية في السويداء. والمرأة بشكل عام، لأنه نحن عندنا المرأة كانت بمعنى أنه لا تمثل إلا سوى نفسها وربة منزل، أما الآن صارت المرأة هي عضو فعال بالمجتمع بالوظائف بشكل عام. صارت المرأة هي قدوة لأبنائها خلال العمل اللي عم تقوم فيه، من خلال العطاء أو نتاجها اللي عم تقوم فيه دائما. هذا وتستمر الاحتجاجات الشعبية السلمية في مدينة السويداء جنوبية سوريا منذ أكثر من 6 أشهر، ونساء السويداء في مقدمتها للتأكيد على مطالبهن المتمثلة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد وتحقيق الانتقال السياسي وتطبيق القرارات الأممية.